مرحبا بكم في قناة دي دو سومودي. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة دي دو سومودي. هنا ان شاء الله غنتكلموا على واحد الموضوع ديال العلامات الاولى لظهور الحمل عند انثى الانب وكيفية التعامل معها. اذا كما كتشوفوا معايا عندي هاد النسوات هادو تبارك الله راني لقحتهم، يعني كاينين اربعة النسوات، راه كاينه الاخرى هي خافت ودخلت، وكاينه هاد النسوات هادو يعني كيفاش كنعرفهم انايا ولدو يعني راهم حاملين. اول حاجه في السيمانه الاولى يعني من بعد التلقيح، يعني بيدو الناس اللي ما كيعرفوش يديروا الجص، يعني هادو علامات عينيه، حنا كنقولوا ماشي يعني هذه علامات نظريه، يعني كتشوفهم غير من العين المجرد. كتبان لكم الانثى ولات مهدنه اولا، هادشي في السيمانه الاولى، يعني الاسبوع الاول. الاسبوع الثاني راه كتولي عدوانيه، كتولي الا مشيتي تقربتي لها، وخصوصا في الاسبوع الثالث. الاسبوع الثاني كتولي شويه عدوانيه، الاسبوع الثالث كتولي عدوانيه اكثر. بالنسبه للوزن ديالها راه كيزيد، ما كتبقاش يعني بالميزان العادي. كيبان لكم بلي راه هي واخا كتاكل الاكل العادي، كيبان لكم بلي زادت في الحجم، يعني كيولي ظهرها يعني متكامل، كتولي يعني عندها واحد شويه ديال الزياده حتى في الوزن. بالنسبه ل يعني الناس ديال بكري كانوا كيهضروا على الشعر ديالهم كيولي املس، يعني اي انثى كتكون يعني حنا كنقولوا مشعبشه، يعني كتكون الشعب ديال الشعر ديالها يعني مخسر، هذيك عرفوها راه ما حاملاش. اما بالنسبه لهاد الانثى انتم كما كتشوفوا معايا، يعني غير ما تعرفناش هي، شوفوا الشعر ديالها كيفاش داير، كيولي مرتب واملس، كيولي بحال اللي قطني. هاد الانثى ملي كتكون هكا وكتكون الزياده في الوزن مباشره كتكون حامل، كتكون عشار. القضيه ديال الناس اللي باغيين يعرفوا كيفيه الجص، وهو ضروري انكم تتعلموا. كاين واحد الفيديو ديالي في القناه ديالي على الجص، يعني كديروا واحد النفاخه عاديه اللي كتنفخوها، وكديروا فيها واحد جوج حمصات ولا واحد جوج بلوطات ولا، وكتبقاو ديروا فيها واحد شويه ديال الماء، كتنص بالماء، وكتبقاو يعني نتوما كتمرنوا راسكم كيفاش كتقلبوا الانثى، يعني كان الكرش ديالها هي عباره عن واحد النفاخه، وانتم كترينيو عليها حتى كتوليو متمكنين. بالنسبه لـ 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 يعني الحمل العلامات ديالو، كاين عاوتاني واحد العلامه اخرى هي الانثى ملي كنهزوها يعني بواحد الشكل عمودي ما كتبقاش تركل، الا شفتوها ما كتبقاش تركل عرفوها راها حامله، يعني كاين واحد الوزن راه تحت منها، يعني ماشي خاويه، يعني كتكون خاويه في الكرش ديالها كتبقى كتركل، الا كتركل عرفوها راه ما حاملاش، اما الا طلقت راسها لتحت عرفوها مسكينه راه هزات تقل وما قادراش تركل. اذا في الاسبوع الثالث كتبدا كاين العلامات اللي بحال هذا الشكل هذه، انا شفت مدير لها واحد الكشه هنايا هي حمراء دايرها لها، شوفوا شنو راه دايره، راه ناتفتها وكتجهز البيت ديال الولاده ديالها. شوفوا سبحان الله، هذه دابا باقا لها واحد الاسبوع ان شاء الله وتولد، وكتوجد هاد 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 يعني بحال الشكل ديال النمله اللي مذكوره في القران، انها كتبقى تجهز الاكل ديالها على طول السنه حتى هاد الانثى. شوفوا اشنو راها دايره، راها يعني كتبدا توجد بيت الولاده منذ الاسبوع الثالث. بالنسبه للناس اللي غادي يقولوا لي كيفاش نتعاملوا مع الانثى وهي تهلاو فيها، انثى الارانب الحامل يعني العشار، حاولوا انكم تهلاو فيها. كيفاش تهلاو فيها؟ ممكن انكم تبقاو تعطيوها ثلاثه الوجبات، وهاد الوجبات من الاحسن تكون فيها الحلاوه، يعني ممكن انكم تعطيوها لقامه ديال اتاي اللي كتشيط عليكم، ممكن انكم تعطيوها لها. بالنسبه لليوم الاول تذكروا معايا ضروري انكم تديروا لها واحد يعني اول بعد الولاده، ممكن انكم ديروا لها واحد المعلقه ديال العسل، عسل عادي، ممكن عسل رخيص اللي ما عندوش العسل ممكن يدير غير السكر، ديروا لها مع الماء اللي كتشرب منه.
بالنسبة اليوم الأول كذلك ممكن أنكم ديروا لها نخالة مع الماء دافي، يعني غير شوية ديال الماء دافي بما كحنا كنقولوا كتبربشوها بالماء، يعني كترشوها شوية بالماء وكتعطيوها لها، راه كتكون يعني كترد الصحة ديالها. بالنسبة للأكل تهلاو فيهم في هذه المدة، هذه الناس اللي عندهم الأنثى العشر حاولوا أنكم تعطيهم ثلاثة الوجبات، ممكن أنكم تبقاو تعطيهم الذرة كذلك مزيانة لهم كدير الحليب. وفي هذه الوقيتة هذه الناس اللي عندهم التفاف، نبتة التفاف راها معروفة وراني ديما كنهضر عليها في يعني في القناة ديالي، حاولوا تعطيوها من أسبوع الأخر، الأسبوع الأخر بداو تعطيوها التفاف على أش على حساب الحليب، باش أنها دير الحليب وتولد بواحد الطريقة منين تولد تهلا في الصغر ديالها باش يكتسبوا مناعة قوية ويكملوا معاكم مزيان. إذا الحلقة ديالنا هي هذه، كنظن أنني وصلت لكم الرسالة اللي نتوما باغين تشوفوها. رمضان مبارك سعيد، احنا في اليوم الثالث. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، قناة غادي بالدعم ديالكم، كنشكركم على التعاليق الطيبة ديالكم. ما تنساو ناس زر جيم، حركوا صبعكم وتكيو على بديك يعني البوطونة ديال زر جيم، حاولوا أنكم تكيو عليها باش تساندوني، وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي إن شاء الله. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.